خبر هذا انتشر بطريقة كبيرة مهولة ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام اللي تفجر بالحكاية هذه. هبطوا تصويرة ريهام بن عليا ولطفي العبدلي من 2018 وقالوا انهم كانوا في علاقة سرية وكانت مخبية لسنوات، لكن عودة تفات للسطح المرة هذه. ذاك اللي خلى ريهام بن عليا تخرج قبل ما تكبر الحكاية أكثر، وقالت إنه التصويرة ذيك كانت تجمعهم ببعضهم اللي كانوا أصحاب ياسر، وكان زادة عمل مشارك، أما خسارة مراش إنه، وكذبت الكلام الكل اللي تقال إنه كان بينتهم علاقة، وقال ترانا كنا جوست أصحاب وكبرت أكثر ولينا أصحاب ياسر. على ذيك في الوسط الفني وقتها خرجت إشاعة اللي نحنا بيناتنا علاقة سرية اللي إنها تفات، لكن نعرف شكون اللي خرجها المرة هذه، ونعرف زادة شكون اللي حاول يشوه سمعتي البريود هذه.